تواصل خيمة نخول نجاحاتها التي حققتها على مدار 11 موسما، حيث استقطبت في أسبوعها الأول في نسختها 11 أكثر من 7000 زائر توافدوا على الخيمة التي انطلقت فعالياتها في يونيو الماضي لقضاء أوقات مليئة بالمتعة والمرح الممزوج بالمعلومة والفائدة. لهفة وترقب لحدث سنوي ينتظره أهالي البحرين وزوارها عاما بعد عام، خيمة نخول. في عامها 11 تنطلق بالقرب من قلعة الرفاع حاملة في جعبتها الكثير من الفعاليات الثقافية والترفيهية تقدمها لزوارها على مدار شهر كامل. ورش عمل جديدة للأطفال ما بين تعاون مع سفارات، في السفارة اليابانية، السفارة الفلسطينية. المادة العلمية اللي بتتقدم للأطفال هي تعليمية ترفيهية في نفس الوقت، بتخدم الأطفال من سن 2 ل 15 سنة. التنوع الموجود بيتغير كل 3 أيام، برنامج ورش العمل مع مجموعة الألعاب. الطفل لما بيجي بيكتشف في نفسه مواهب جديدة غير كل مرة لما بيجي، ففي دايما هيلاقي نفسه أنه عايز يجي خيمة نخول من الحين والآخر، لأن في ورش عمل جديدة وفي برنامج جديد. الجميل السنة دي بيضيف الحالة التنظيمية في الخيمة، احنا مقسمين أعمار الأطفال لأربع أعمار، كل شريحة من العمر ليها لون معين. أولا بنحافظ على التنظيم بالنسبة للأطفال، في نفس الوقت الطفل بيبدأ يتعلم إيه الورش العمل اللي هي مناسبة لسنه، في نفس الوقت يبدأ يتعلم النظام مع مجموعة الأطفال اللي هو بيدخلها. أكثر من 7000 زائر توافدوا على خيمة نخول في أسبوعها الأول لقضاء أوقات مليئة بالمتعة والمرح الممزوج بالمعلومات والفائدة. صراحة أنا وايد حريصة على أن أي يوميا في هالمكان، ووايد ورش وما شاء الله وايد تنوع في الورش، خلى عيالي مثل ما تقولين تغيروا، حتى أسلوبهم طريقتهم تغيرت، يبون يتعرفون على أشياء مو بس كله لعب، يبون ما شاء الله يجربون كل الورش الموجودة، والورش فيها تنوع وايد ما شاء الله، مو بعارفة أختار أي ورشة، ما شاء الله وايد مفيدة الورش اللي هني. خيمة نخول هي مستقبل يهالنا، هني وينحقق أحلامنا، نحقق طموحنا، هو مستقبل يهال اللي بيصير شرطي، اللي بيصير إعلامي، اللي يبي يصير موهوب بالفن. خيمة نخول هي حلم كل ياهل موجود. أنا كل يوم أقول حق أمي تجيبني خيمة نخول، وايد تعلمت أنشطة حلوة، وأنا أتمنى أن خيمة نخول تكون على طول. ترى أنا أول مرة أي مني جربت، بس وايد حلو، يعني في مني وايد أشياء يعني استفدت، مثل إعادة تدوير حلوة، أن كنا نلون ونقص مثل مال العس كريم ونحطه في الكتاب، يعني شيء حلو. والأول مال الدلمون، يعني وايد أشياء فيه وايد استفدنا منه. ورش عمل إبداعية تفاعلية، برامج ثقافية تطرحها الخيمة في شتى المجالات لتلائم مختلف الأعمار والأذواق، يقوم عليها ثلة من المدربين المتخصصين في تلك الورش. ورشتنا عبارة عن إلكترونيات وابتكارات يعني حق الأطفال، وعندنا عندنا عندنا بوكس ونعطي اليهال اشياء، مثلا نفس البترار، نحط بتاري، نحط وايرات، نحط سويتشات، مثلا نحط لهم ليت ويقدرون يحولونه الى يطقون عليه او يلفونه يمين يسار عشان يشغلونه. نعلمهم شلون عن الالكترونيات، شلون التكنولوجيا والتطور في العالم يعني، ووايد يساعدهم يعني عن الالكترونيات اللي يمكن يعني في المستقبل يشتغلون في الالكترونيات ويبتكرون وايد اشياء. انشطة ثقافية متنوعة تقدمها الخيمة على مدار شهر كامل تطرح المعلومة باسلوب مبتكر، ففي خيمة نخول يحلق الاطفال في سماء المعرفة بلا توقف. في خيمة نخول يلتقي المرح بالثقافة، ففي كل ركن ورشة تعليمية تحمل بين طياتها معلومات قيمة تحرر طاقات الأطفال وترتقي بفكرهم وتنمي هواياتهم. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.